المسألة الثانية، قال الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين في كتابه المسمى به من هذه الوصول إلى علم الأصول، الفصل الثاني في الخصوص وفيه مسائل. الأولى وشرحناها بفضل الله تعالى، والثانية القابل للتخصيص، يعني الثانية من مسائل الخصوص. والخصوص بمعنى يا أولاد بمعنى التخصيص. القابل للتخصيص حكم، القابل للتخصيص هو حكم ثبت لمتعدد، يعني ثبت لأمر متعدد. يعني لما بننظر في هذا الذي قبل التخصيص لابد وأن يكون في ذاته متعدد، وهذا التعدد إما أن يكون في اللفظ وإما أن يكون في المعنى. التعدد اللفظي بيبقى باعتبار وضع اللغة، التعدد المعنوي يكون باعتبار العقل. طيب وضع اللغة عملي، وضع اللغة وضع لفظ وتحته أفراد وتحته آحاد، فهذا التعدد ثبت من جهة الوضع. يبقى القابل للتخصيص حكم ثبت لأمر متعدد. لماذا كان التخصيص وارد على متعدد؟ قال لأن التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، فإذا لم يكن هناك كل لم يكن هناك إخراج للبعض. ما أنت قلت إيه؟ بعض ما يتناوله اللفظ، يبقى اللفظ له إيه؟ له متناولات، وجاء التخصيص فأخرج بعضها وأبقى بعضها، وده أمر ضروري. لأنك أنت بتقول التخصيص، هو إيه التخصيص؟ نقول تاني، إخراج بعض ما يتناوله، مدام في بعض يبقى في هناك بقية أخرى. يتناوله إيه؟ يعني يشمله، يبقى اللفظ شامل لأفراد، أخرجت مخصص بعضها وأبقى بعضها، ده بأصل التعريف. يبقى إخراج بعض الآحاد عن حكم ثبت للكل، يبقى في حكم ثبت للكل ثم جاء بعد ذلك المخصص فأخرج بعض الأفراد عن ذلك الحكم الذي ثبت للكل. على سبيل المثال ذكر هنا في الشرح فاقتلوا المشركين. عارف لو كان حكم ثبت لفرد واحد يستحيل أن يدخل فيه التخصيص. ليه؟ لأن التخصيص إنما يكون في متعدد والواحد لا تعدد فيه، مثل قوله تعالى اقتلوا المشركين، يعني اقتلوا كل فرد فرد من أفراد المشركين. جاء الشرع وأخرج أهل الذمة وأخرج المؤمن المستأمن وأخرج المعاهد، وهذا التعدد ثبت من جهة اللفظ. لأن لفظ المشركين دل على أن له آحاد وله أفراد. جاء المخصص فأخرج بعضها وأبقى بعضا. ليه؟ لأن التخصيص لابد أن يبقي ولو شيئا يسيرا، هتيجي في المسألة اللي بعد كده. فإن لفظ المشركين دال على التعدد من أنهي جهة؟ من جهة الوضع، لأن وضع اللغة وضع هذا الجمع لمتعدد. ولذا قال إن جمع المذكر السالم عبارة عن إيه؟ عبارة عن يعني فرد ضم إلى فرد آخر ضم إلى فرد آخر. فمن أجل أن يعني نستعيض عن حرف العطف وضعنا الألف والنون عند الرفع والياء والنون عند النصب وعند الجر،
يبقى المشركين ده جمع، والجمع ده يعني حصل فيه إغناء عن المتعاطفات، يعني اقتل المشرك ده والمشرك ده والمشرك ده والمشرك ده والمشرك ده والمشرك ده، لا لا انت بس هات لي بقى عبارة كده تغنيني عن الايه؟ المتعاطفات. ايه العبارة اللي تغنيني عن المتعاطفات؟ عبارة الجمع. دخلت الألف واللام فجعلت هذا الجمع يشمل جميع الأفراد، وحولته من جمع الجماعات إلى جمع الأفراد، من استغراق الجماعات إلى الأفراد. يعني مش المقصد اقتل كل ثلاثة ثلاثة ثلاثة، المقصد اقتل كل فرد 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 فرد، وهذا ما عليه أئمة التفسير. فإن لفظ المشركين دل على التعدد. منين دل على التعدد؟ مشركين لوحديها من الياء والنون التي أغنت عن المتعاطفات. طب والاستغراق والعموم؟ لا ده وارد من أل، الجمع المحلى بأل. فيدل بلفظه أي من جهة وضع اللفظ على قتل كل مشرك. جاء الشرع فخص ذلك بأهل الذمة، يبقى ثبته، ثبت أن المشركين ده حكم ثبت لمتعدد. يبقى مين اللي قابل للتخصيص؟ لفظ أو بلاش لفظ بقى، نقول القابل للتخصيص حكم. هذا الحكم ثابت لمتعدد، وسواء كان التعدد من قبل اللفظ كما رأينا أو من قبل المعنى. يعني قد يكون التعدد من جهة الإيه؟ من جهة المعنى. المعنى يعني إيه؟ يعني الاستنباط، يعني إحنا بنستنبط من هذه الجملة حكم ثبت لمتعدد. من جهة الإيه يا مشايخ؟ من جهة الاستنباط، يعني مش من جهة اللفظ، ما عنديش لفظ ومعه صيغة من صيغ العموم، ده أنا عندي معنى. هذا المعنى إما أن يكون علة، فإذا نظرنا إلى مضمون وطبيعة العلة هنجد أنه حصل فيها التعميم. ليه؟ لأن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. على سبيل المثال، حرم الشرع الخمر للإسكار، دليل على إيه؟ دليل على أن كل مشروب وجد فيه إسكار فهو حرام. لكن فين صيغة العموم؟ الشرع ما قالش كل مسكر حرام مثلا، يعني ده إنما قال حرمت الخمرة لإسكاره، ففهمنا إن كل فرد من الأفراد اشتمل على العلة وجد معه الحكم. جميل. لكن في المعنى ده حصل تخصيص للخمر. تخصيص زي يعني؟ أيوة، افرض إن هو أكل طعاما وهذا الطعام وقف في حلقه ولم يجد ما يعني يستسيغ به هذا الذي وقف في حلقه إلا الخمر، يعني لقمة وقف هنا ولم يجد أي شراب يزيح اللقمة اللي وقف في الحلق إلا الخمر، يجوز له حينئذ لاستبقاء روحي. لأن حاجة من اثنين، يا إما أحافظ على روحي يا إما أحافظ على ديني. أقدم الحفاظ على الروح. جميل. يبقى حصل تخصيص ولا ما حصلش تخصيص؟ حصل تخصيص بحالة الضرورة. كلام جميل بس جديد. يبقى هنا اللي حاصل إن تحريم الخمر بسبب الإسكار أيضا يجوز تخصيصه، وده اللي بيسموه يا أولاد تخصيص العلة. تخصيص العلة وفيها تسع مذاهب، وبعضهم يسميها نقض العلة، يعني وجود العلة
وعدم وجود الحكم. العلة وجدت، علة التحريم، والحكم لم يوجد، تخلف هنا لسبب وهي حالة الضرورة. انتوا فاهمين حاجة؟ وهو ثلاثة: الأول العلة، ويجي الشراح يقول لك العلة الشرعية، لأن كلامنا في العلل الشرعية، فإن التعدد لم يفهم من جهة اللفظ. يعني حرمت الخمر لإسكارها، فين هنا بقى صيغة العموم؟ مفيش. هات لي كده الصيغة. مفيش. إلا أن العقل عمم الحكم لوجود العلة، وجوز تخصيصها، يعني ويجوز تخصيص العلة في بعض الصور كما ذكرت لكم. تخصيصها يعني يا مشايخ، وهذا سيأتي بحث طويل في كتاب القياس، استعد لكتاب القياس، لأن كتاب القياس ده هو يعني عبارة عن الميزان الذي يوزن به العالم من غيره. فيوجد الحكم، يوجد توجد العلة ويتخلف الحكم، ده بيسموها ايه؟ تخصيص العلة. واحنا ذكرناها فين؟ في مسألة من غصة بيه. طب هقول لك حاجة، واحد لسه حديث عهد بإسلام، لسه داخل الإسلام حديث، ولم يمر عليه فترة يتعلم فيها وشرب الخمرة، حرام؟ نعرفش. مكره. قال له لو ما شربتش الخمرة دي أنا هقلعك هدومك وأجعلك كما ولدتك أمك، وهو قادر. هيعمل ايه؟ ايش؟ طب ما هو شرب اهو، ووجدت العلة وهي الإسكار، ولم يوجد الحكم، ما يتخلف لدليل، نبه هذا الدليل على تخلفها، يبقى ده بيسموه تخصيص الايه؟ العلة. ولسه هيجي ده الكلام فيه يطول، اما ان يتخلف لفوات سبب، لفوات شرط لهما معا، وإما أن تكون العلة مستنبطة، وإما أن تكون العلة منصوصة، وإما 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 تسع مزايا. وأظن أن هذه المسألة بحثناها بحثا طويلا في غاية المأمول لمن حضر معنا كتاب غاية المأمول. قال: كما في العرايا. هو ضرب مثال بليه مشايخ بالعرايا، والعرايا دي عبارة عن إيه؟ سهلة جدا. العراية ديت هو بيع الرطب على النخل بتمر على الأرض. يبقى أنا عندي هو شجر، واخد بالك، والشجر ده أنا ببيعه بالتمر اللي على الأرض. يجي كده يخرص الخارص ويقول له والله اللي على الشجر حوالي 500 كيلو، دي بيعرفوها، خلي بالك، 500 كيلو دول تقريبا هيعملوا حوالي 350 مثلا، يعني أنا مش خالص، هيعملوا 350 تمر، فأنا هبيع لك أدي أهو، يبقى دي 350 وأنا باخد وبسجل. فجاني واحد وأراد أن يشتريها، قلت له والله أنا هبيعها لك بكام؟ ب350 كيلو تمر. يبقى أنا بعت الرطب بالتمر الذي على الأرض كيلا،
هم قالوا في الكتاب كيلا، بس انا بقول لك بالوزن ايه كده، يعني ايه تقريبا، يبقى 350 كيل كيلا، 350 صاع في مقابلة 350 صاع، لان هو ده الكيل. او العنب، هبيع لك العنب اللي على الشجرة، واخد بالك، 300 صاع، يعملوا حوالي كام؟ يعملوا على الشجرة دي حوالي 400 صاع، يعني عنب. طب ولما يتحول الى زبيب يعملوا كام؟ يعملوا والله يا 400، يعملوا 300. فانا ببيع له العنب بالزبيب اللي على الارض كيلا، ولكن مع الخرص. هو ده العراية. طب العراية دي مستثنى من ايه؟ يعني ايه المشكلة فيها؟ المشكلة فيها انها مندرجة تحت الربا. ليه؟ قالوا لانه في مشكلة. المشكلة ايه؟ ان انا مش متحقق من المماثلة. ده المماثلة عندي ظنية وليست مماثلة يقينية. ليس عندي يقين ان ما ابيعه مساوي لما اشتريه. وهذا كما يقولون مستثنى كما في مغني المحتاج من بيع المزابنة، لما في الصحيحين عن سهيل بن ابي حثمة بالحاء وسكون المثلثة حثمة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمر بالثاء بالتمر اللي على الشجر باللي على الأرض، الثمر بالثاء، الثمر اللي فوق اللي على الشجر، كما قاله المصنف في شرح مسلم. ورخص في بيع العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا، وده كله شغال في الجاي في التمر. وقيس به العنب وجاء الجامع، أن كل منهما زكوي. أنا عارفك يعني تيجي إيه، أين الجامع؟ يا جرى الجامع هنا جنبينا. لا كلامه حلو، واحد عايز يتعلم عشان ما يجلس مع يعني مع طلبته يعرف الأقيسة دي جاية منين وراحها فين ومضبوطة بإيه وإلى آخره. هم خاصوا فيه وإنه رخصة أصلا. إيه اللي هو رخصة؟ هذه بس يعني فين الرخصة؟ مين اللي عبر فيها بالرخصة؟ رخص فيه بالحديث، رخص بمعنى المعنى اللغة ومش معنى الشرعي. مش نسخ يا مالك. ماله؟ فين أحلت فين؟ الحديث هو مستثنى من بيع المزابنة، ده استثناء مش نسخ. وعلله بالنقصان عند الجفاف، ده تخصيص ابني، لأن هناك في الحديث أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، يعني فلا تبيعه في كل الصور إلا الصورة دي، لأن هو بعد كده رخص فيها. طب ما الصورة اللي رخص فيها دي موجود العلة، علة الربا، وهي الطعمية، ونحن لم نتحقق من المساواة، والجهل بالمساواة والجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، هكذا قال، الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. وهذه العلة موجودة في العراية، العلة أنقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، يعني فلا تبيعه، يعني فلا تبيعه في كل الصور إلا الصورة دي، فلا تبيعه. لكن الصورة دي مستثناة، مع أنها أيضا إذا جف سينقص.
ومشتمل على العلة، ولكن الدليل هو الذي أخرجها مش نسخ. الإخراج لا بالعمل مش بعد العمل برضك. لا، هو اللي حاصل أنه منع في كل الصور سواء كان على الأرض أو لم يكن على الأرض، ثم جاء وخصص ما كان على الثمرة، يعني ما كانت على الشجرة فقط، وقال هذه مستثناة وأرخص في العرايا في الحديث كده. طب هو عملوا أو لم يعملوا؟ مين اللي قال لك إنهم عملوا؟ ثم ده مختلف فيه، إنه إذا ورد المخصص بعد العمل بالعام هل يسمى نسخ أو لا يسمى نسخ؟ ده خلاف. الحنفية يسمونه نسخ، واخد بالك؟ طيب، وهذه العلة موجودة في العرايا، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض مع أن الشارع جوزه. يبقى الصورة دي مشتملة على العلة، لكن الشارع جاء وأخرجها من التحريم، فوجدت العلة ولم يوجد الحكم. وده بيسموه يا مشايخ، بيسموه تخصيص العلة أو نقض العلة. بس فين هنا بقى الـ 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 يعني فين هنا التعميم؟ التعميم جاء من خلال فهم العلة، إن كل ما ينقص عند الجفاف يمنع بيعه. في الحديث أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، يعني فلا بيع. فين بقى اللفظ الذي يدل على أنه ممنوع في جميع الصور؟ العلة، إن كل جفاف يحصل عند كل نقصان يحصل عند الجفاف لا يباع هذا بمثله. ثم قال بعد ذلك، فاهمين دي يا مشايخ ولا نزيدها شرح؟ ها، فهمت؟ عندكم ايه في الاسنوي؟ نفس اللي انا قلته، لا انا محضر من الاسنوي. ها، انا شايف الاقسام الرخصة الثالث الاباحة مثل اباحة العراية، فهل يعني يصير ما هي رخصة؟ فرخصة هي من قبل تخصيصا وتحت تخصيصا. ايوه طبعا تخصيص. بيقول حاجة تانية، بيقول اللي وارد في الحديث انه رخص في التمر ان يباع الرطب بالتمر على الارض، وهم قاسوا العنب على التمر بجامع ان كل منهما زكوي، بيعترض وبيقول انه كيف يقيس على الرخص، والرخص قد وردت على خلاف القياس، فكيف يقيسون؟ الرخيص على التخصيص، مخصصوه في العائلة. هو الأصل، هو يشمله من حيث العلة يا سيد الفاضل، إنه هو ينقص الرطب إذا جف. قال نعم. قال فلا إذن، يشمل ده كمان العنب. جاء النص فأخرج التمر بالرطب، قاس أصحابنا الشافعية التمر العنب على التمر بجامع أن كل منهما زكوين. أنت عندك مشكلة مع القياس ليه؟ أصل ده رخصة، يعني هو أرخص في العراية. العراية اللي هي إيه بالضبط؟ اللي ورد في الحديث اللي هو التمر، فكيف تقيس العنب الذي لم يرد على التمر الذي ورد؟ والتمر أصلا ده رخصة، ده رخص فيه، فكيف نقيس على الرخصة؟ ده كلامه وده اعتراضه. كلامه حلو، لكن الرخصة كما فهمنا من خلال كلام أئمتنا وأصحابنا الشافعية ليس
هناك منع من القياس على الرخصة في كل الصور، ولذلك هتجد الرخص لا يقاس عليه متى علم معناها. يبقى في رخص علم معناها وأدركنا فيها الجامع، فهذه نقيس عليه. وهناك رخص لا نعلم معناها فلا نقيس عليه. لكن ما دمت عرفت علمت العلة في الرخصة جاز لك أن تقيس عليها، وإلا فما الفائدة في معرفة معناها إن لم يكن معرفة العلة أمر بالقياس. ولذلك عندنا بحث هيجي لك بعد كده، هل التنصيص على العلة أمر بالقياس أم لا؟ لسه بحث قدام. طيب قال أصلا أنا جاوبت بإجابة أخرى، قلت له ما الذي أدراك إن ديت يعني رخصة شرعية؟ دي رخصة لغوية. فطلع أخونا قال لك، قال الشيخ أبو النور زهير إن الرخصة على ثلاثة أنحاء: رخصة واجبة، رخصة مندوبة، رخصة مباحة، رخصة خلاف أولى. هي أربعة مش ثلاثة يعني. ومثلوا بالعراية، مع إن بعضهم خلي بالك كمان بقى اعترض على التمثيل بالعراية. هات لي كده جمع الجوامع، البدر الطالع يا أحمد، الجزء الأول ما رخصة في الجزء الأول. وهنا مولانا قال واجبا، بيقول كأكل الميتة، ثم الرخصة تنقسم إلى واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأول. فالواجبة كأكل الميتة للمضطر والقصر، والمندوبة للقصر، والمباحة نحو السلم، وخلاف الأولى فطر مسافر لا يجهده الصوم واجبا ومندوبا ومباحا. ما ذكرش هنا العراية كمان في حاشية العطار، بيقول ومثل السلم الإجارة والمساقات والعراية، فإن فيها عقدا على معدوم في الثلاثة، عقد على معدوم في السلم والإجارة والمساقاة. أما العراية ما فيهاش عقد على معدوم، ده موجود أهو كلام سيدنا الشيخ العطار. والعراية بيع الرطب بالتمر، لكنها جوزت للحاجة. ما ذكرش هنا لكن في الحواشي جمع الجوامع لا هي رخصة. طيب يلا كويس. طيب يا أولاد، قال الثاني مفهوم الموافقة. ليه بقى سموه مفهوم موافقة؟ لأن المنطوق مساوي للمفهوم في الحكم، يبقى ده اسمه ايه؟ موافقة، لمساواة المذكور للمسكوت في الحكم. طيب مفهوم الموافقة بقى ده هو لفظ؟ لا، فإنه ليس لفظا عاما دالا على متعدد، لكن التعددية استنبطت من اللفظ، وليس اللفظ موضوعا للتعددية. هنذكر له مثال
فيخصص، اللي هو مفهوم الموافقة، بشرط بقاء الملفوظ. ليه؟ لأن الملفوظ ده أصل للمسكوت، فإذا زال الأصل زال الفرع. مثل قوله تعالى: فلا تقل لهما، أي للأبوين، وإن عليا أف كلمة تدل على التأفف والتذجر. فإنه يستنبط حكم عام، يبقى هو منع الفرع أن يتلفظ للأصل بكلمة أف. لماذا؟ قالوا للتأذي. طب والتأذي ده موجود في جميع الصور، موجود في الضرب من باب أولى، موجود في الشتم من باب أولى، موجود في القتل من باب أولى. فاستنبط من تحريم التأفيف تحريم سائر أنواع الإيذاء بالقياس الأولوي. لإذا كان الشيء البسيط وهو أف محرمة، فمن باب أولى أن يكون ما عداها من أنواع الإيذاء أولى بالتحريم: الضرب، الشد، الإهانة، الحبس، منع النفقة عند الاحتياج إليها. فيخصص عنه بعض أنواع الأذى بشرط أن يبقى الملفوظ اللي هو الأف، لا ينسخ. مثل، يبقى هيخرج بعض الصور لمرخص شرعي. افرض انه هو على سبيل المثال ابوه حكم عليه بالاعدام، وهو اللي هينفذ في حكم الاعدام. حرام؟ لا، بس ده يقتله. واخد بال حضرتك؟ القتل ده ايذاء، ما هو مستثنى لانه سيف السلطان وجلاده. تقول ايه؟ ما عند الشافعية لا يرس، صح، دارس الميراث هو في هذه الصورة، لأن عندنا القاتل لا يرث. القاتل هنا عام، كل قاتل سواء كان عمد أو كان يعني غير عمد، وسواء كان بحق أو بغير حق، الدليل عندنا عام. يبقى عشان يرث يقول للسلطان: اعفيني يا سيد السلطان، لأن أبو سايب 5 مليار دولار، وهو ابن الوحيد. هيعمل ايه؟ ده يستقيل من الوظيفة. ولا مولانا، او يدفع الدية. دي اسمها مناغشات علمية. قال: خص منه جواز حبس الوالد لحق الولد. يعني أبوه اقترض منه 100,000 دولار ومعاه يدفع، فقال له: يا بابا أنا بمر بصروف ومحتاج 100,000 دولار، وانت كاتب لي، خلي بالك، وصل أمانة، ها، كاتب عليك وصل أمانة، ادفع 100,000 دولار وانت معاك في البنك حوالي 5 مليون دولار. قال له: لا، مش هدفع لك يا بابا. ادفع. لا، مش هدفع. فهل يجوز ان الابن يذهب الى السلطان ويرفع الامر الى السلطان والقاضي، والقاضي يعني يأتي بالاب ويلزمه بالدفع، مع انه كل ده فيه ايذاء للاب؟ ان ابنه رفع عليه قضية وان ابنه هيتسبب في حبسه، فالقاضي يقول له: تدفع، احبسك.
يبقى الابن هو اللي حبس وتسبب في حبسه. يبقى ده جائز ولا مش جائز؟ اه جائز، بس ده يعني ده بيقول لك ولا تقل لهما اف، قال لهما مستثنى. وايه مستثنى؟ يبقى شفت بقى الثابت لمتعدد اهو ليس لفظا وانما هو معنى، وهذا المعنى قد استثني منه وقد خصص. طب افرض ان لا ابوه بيشرب خمر وهو متضجر من هذا، الا يظهر له الدجر للنهي عن المنكر؟ يجوز. طب ما هو ده تأفيف. هي ما هو تأفيف بحق، ايضا مستثنى. طب هو وجده مرتد، الكلام ده في الكتاب، وعارف ان هو لو ضربه سيعود عن ردته، اجاز الفقهاء ذلك. ده لمصلحته، لمصلحه اخرته. اما اذا كان التخصيص، اما اذا كان تخصيص المفهوم يناقض حكم الملفوظ فلا يجوز. تخصيص المفهوم يناقض حكم الملفوظ، هيعرضه. مثل ان يخصص ضرب الوالد بلا سبب شرعي مرخص، فهذا لا يجوز. يعني المهم يعني، وديت مش قضيتنا. فاما اذا اخرج الملفوظ به وهو التأفيف في مثالنا فانه لا يكون تخصيصا، يعني يجي ويلغي حكم المنطوق. دليل يلغي حكم المنطوق، يبقى ده ايه؟ ده مش تخصيص، ده نسخ. لان التخصيص انه هو بيزيل بعض الافراد، لكن ده ازال الاصل. التحريم هنا بيقول لك ايه؟ فلا تقل لهما اوف، ثم جاء من باب اخر وقال له لا قل لهما اوف، يبقى ده ايه؟ يبقى ده نسخ وليس تخصيصا. هذا على سبيل المثال والاحتمال. قال الثالث مفهوم المخالفة فيخصص بدليل راجح كتخصيص مفهوم إذا بلغ الماء كلتين بالراكد. الثالث مفهوم المخالفة، يبقى يا أولاد المسكوت يخالف المنطوق في الحكم، ولذلك سموه مفهوم الايه؟ المخالفة، لمخالفة المسكوت للمنطوق في الحكم. فيخصص، فإن حكم المنطوق وإن كان خاصا، حكم المنطوق هو دي بقى المشكلة، دي المسألة، إن المنطوق خاص أو عام، لكن المسكوت على خلاف حكم المنطوق، سواء كان المنطوق خاص أو عام. في الغنم السائمة زكاة، هنا المنطوق بيقول لي إن الغنم السائمة وهي التي ترعى في كلأ مباح في كل فرد من أفرادها الزكاة لعلة السوء، فنفهم أن التي ليست سائمة لا زكاة فيها. كل ما ليست سائمة لا زكاة فيه، يبقى هنا خالف المسكوت حكم المنطوق. فيخصص، يبقى اللي بيخصص مفهوم المخالفة مش المنطوق، المفهوم نفسه. طب هو المفهوم دوت عمومه من أين؟ من العقل وليس من اللفظ، وليس بوضع اللغة، وليس من حيث إن اللفظ شامل لأفراد متعددة بوضع واضع اللغة، وإنما من الفهم، وهو أنه
قد أثبت الحكم للمنطوق لو لم يكن الحكم خاص بالمنطوق لما كان لذكره فائدة. انت خصصت لي، بحثنا عن الفوائد لم نجد إلا فائدة الايه؟ ان المسكوت على خلاف المنطوق في الحكم، فيخصص إلا يخصص المفهوم بأن يثبت حكم المنطوق في بعض الصور المسكوت عنها. ده بقى التخصيص، إن أنا بعض الصور المسكوت عنها سأعطيها حكم المنطوق لا حكم المسكوت، بدليل راجح. ولكن القيد ده فيه مشكلة عندهم كمان، يعني لابد أن يكون الدليل اللي هيستثني من أو هيخصص من المفهوم أرجح من دليل المنطوق. فاهمين حاجة؟ ده سهل. المخصص يكون أرجح من المخصص. وطبعا ده لا يشترط أن يكون المخصص أرجح من المخصص، فهذا القيد فيه نظر فيه الشراح. طبعا عايزين يعني مثال يتضح به المقال. ضرب لك مثال، ولكن هو مثال مضغوط قوي ضيق. كتخصيص مفهوم إذا بلغ الماء كلتين بالراكد. طب يلا كده نشوف بقى، إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبثا، والكلتين حوالي 200 رطل بغدادي، يعني مش 100 رطل، 200 لتر. احنا حسبناها كده لقيناها كام؟ 200 لتر او 196 لتر كما سمعتوها من شيخي منذ قرابة 20 عام. 200 كام؟ 196 لتر. اذا وقعت نجاسة في 196 لتر ولم تغيره لا ينجس الماء. ده المنطوق. ايه بقى المفهوم يا اولاد؟ المفهوم هو انه اذا وقع في اقل من القلتين هينجس، سواء تغير او لم يتغير. معايا كده؟ يبقى المنطوق بيقول ايه؟ اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، او في روايه لم يحمل الخبث. طب يفهم ان ما لم يبلغ ذلك القدر يفهم انه ناجس سواء تغير او لم يتغير، لان تخصيص الحكم بالقلتين ليس له فائدة إلا نفي الحكم عن ما عدا القلتين. ولو لم يكن كذلك لما كان له فائدة. فهمنا كده أولاد؟ طيب جه بقى دليل، وده المذهب القديم عند سيدنا الإمام الشافعي، وقال إن المفهوم ده يستثنى منه الماء الجاري ويحمل على الراكد. خلي بالك، يبقى المفهوم بيقول ايه؟ بيقول اذا ده المفهوم بالقوة، يعني أن الماء إذا لم يبلغ القلتين فإنه ينجس، تغير أو لم يتغير، كان جاريا أو كان راكدا.
جاء الدليل عند الإمام الشافعي في القديم وقال إنه يستثنى من هذا المفهوم الماء الجاري. طب والراكد؟ لا، الراكد ينجس إذا كان أقل من قلتين، تغير أو لم يتغير. طب والجاري؟ لا، الجاري خدناه كده اهو وألحقناه بالمنطوق وكان حكمه مخالفا لحكم المسكوت وكان موافقا للمنطوق. ليه؟ الأصل الشافعي في القول القديم بيقول إن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كان كثيرا. طب قليلا يبقى مستثنى من المفهوم. طب كثيرا ولم يتغير موافق للمنطوق، يبقى خاص ولا ما خاصش؟ خاص. واضح كده؟ عشان الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. سيدنا الإمام الشافعي حمل هذا الحديث على الماء الجاري. فهمنا المسألة؟ نرجعها تاني. مفهوم المخالفة فيخصص بدليل راجح، يعني فيخصص مفهوم المخالفة بدليل راجح. يبقى الدليل اللي هيخصص أرجح من دليل المنطوق كتخصيص مفهوم إذا بلغ الماء قلتين بالراكد. يبقى قصر الدليل إذا بلغ الماء قلتين على الماء الراكد اللي هو إيه؟ المفهوم أنه إذا لم يبلغ قلتين فإنه ينجس إذا كان راكدا تغير أو لم يتغير، فإن مفهومه يدل على أنه يحمل الخبث إذا لم يبلغ قلتين سواء كان راكدا أو كان جاريا. وهذا المفهوم خص منه، طلعنا من المفهوم ده الجاري وقصرنا المفهوم على الراكد، يبقى خص بمعنى ايه؟ بمعنى انه قصر المفهوم على الراكد. وهذا المفهوم قد خص منه الجاري، يعني اخرجنا منه الجاري. فإن القول القديم لسيدنا الإمام الشافعي أنه أي أن الجاري لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرا، واختاره الإمام الغزالي وفيه توسعة على الناس ومنهم وجماعة من الفقهاء الشافعية ومنهم المصنف في الغاية القصوى، له كتاب اسمه الغاية القصوى، اختصر فيه روضة الطالبين، طبع في مجلدين. فإنه يدل بمنطوقه اللي هو حديث بقى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء، فإنه يدل بمنطوقه على عدم التنجيس، والمنطوق أرجح من المفهوم.
خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء، فإن هذا الحديث بمنطوقه يدل على أن الماء لا ينجس، ولا شك أن المنطوق أرجح من المفهوم. يبقى هنا زادوا هذا القيد، وهذا القيد يعني فيه كلام. قال البيضاوي، هنا بقى انتهينا بقى خلاص من المسألة دي، وإن العموم قد يكون إما من جهة اللفظ وإما من جهة المعنى، والعموم من جهة المعنى ثلاثة أشياء: عموم علة، رقم اثنين عموم مفهوم موافقة، رقم ثلاثة عموم مفهوم مخالف. بعد كده بقى في ناس من العلماء قالوا ما فيش حاجة اسمها تخصيص، ما فيش حاجة اسمها ايه؟ اسمها تخصيص. ليه؟ قالوا بس التخصيص يوهم البداء، والبداء محال على الله، ما فيش تخصيص في الشرع. يعني ايه بقى ما فيش تخصيص في الشرع؟ يعني ما فيش لفظ عام يأتي ثم بعد ذلك يأتي لفظ آخر فيخرج بعض ما تناوله الأول. ليه؟ قال لك أصل الأول ده اللفظ العام هو متناول لكل الأفراد وحكم عليها، ثم بعد ذلك تقول أتى لفظ آخر أخرج بعض الأفراد. ليه؟ يعني الأولى دخلت لوجود مصلحة، ثم ظهر إن المصلحة دي مش مصلحة فخرج. ده هو معنى كلامه كده، بيقول إنه يوهم البداء، وهو إنه ظهرت مصلحة بعد عدم ظهوره. يعني كان في مصلحة في إن بعض الأفراد تدخل في العام، ثم لما وجدت مصلحة أخرى كانت خفية اقتضى أن تخرج هذه الأفراد. يبقى هو ده البداء، إنك أنت تكلمت وأدخلت بعض الأفراد ثم بعد ذلك أخرجت هذه الأفراد التي بعض الأفراد التي دخلت، لأنه قد ظهر لديك مصلحة لم تكن حاصلة قبل ذلك، وده محال على الله لأنه ينافي العلم بكل شيء. فهمنا؟ بسيطة والله. نقولها تاني. قيل التخصيص في كتاب الله تعالى محال، ده بداية الدعوة التي قال فيها قيل يوهم البداء أو الكذب. قال كده في البداية التخصيص في كتاب الله تعالى محال، هذه بداية الدعوة، لأن جواز التخصيص في الكلام الطلبي يوهم البداء، لأن التخصيص في الكلام الطلبي يوهم أنه هناك مصلحة وجدت بعد أن لم تكن. إيه ده أنت بتقول كده على الله؟ يعني ما كانش عارفها سبحانه وتعالى وتعالى عن هذا ثم علمها؟ ده محال، ده لا يتحقق. يوهم البداء، والبداء ظهور المصلحة بعد خفائها، والبداء بالدال مش البداء، بالدال والباء المفتوحة. ده بالنسبة للطلبي، إنك أنت طلبت ثم لما ظهر لك مصلحة في إخراج بعض الأفراد أخرجته، أو لو كان الكلام خبري يوهم الكاذب. يبقى لو طلبي يوهم البداء، طب لو كلام خبري؟ لو كلام خبري قالوا يوهم الكذب، والكذب محال على الله تعالى. قال فإيهام المحال على الله تعالى لا يجوز. لما تيجي تقول بقى جاء كل الطلاب، انت بتخبره، بعد كده تقول إلا زيدا، انت الأول بتقول لي جاء فأخبرتني بمجيئه، ثم بعد ذلك قلت ده لم يأتي، فيبقى اللي حاصل أنك أخبرت أولا
بمجيئه ثم بعد ذلك قلت لم يأتي، يبدأ إيه؟ يبدأ خلاف بخلاف، إخبار بخلاف الواقع. قلنا في الجواب، قلنا يندفع بورود المخصص، يعني قلنا في الجواب عن هذا الوهم يندفع. إيه هو اللي يندفع؟ يعني يندفع البداء ويندفع الكذب بورود المخصص. يبقى المخصص مع العام ها موضحين المراد كما لو وجد ابتداء. قال لأن المخصص بيبين مراد المتكلم وعايزه ليه، قال يندفع بورود المخصص أي المبين لمراد المتكلم، أو يندفع بالإرادة، لأن المخصص إما اللفظ وإما الإرادة، الإرادة حقيقة، اللفظ مجازا. لأن إذا علمنا أن اللفظ في الأصل يحتمل التخصيص، بس هم قالوا إيه ده، ما من عام إلا واحتمل التخصيص، إلا ما من عام إلا وقد خصص. ففي البداية كونك إن أنت تفهم شمول الأفراد كلها ده مندفع، مندفع بإيه؟ بأن ما من عام إلا وقد خصص. احتمال التخصيص يدفع عنك فهم دخول بعض الأفراد في اللفظ العام، أو يدفع عنك شمول اللفظ العام لكل الأفراد. لأن إذا علمنا أن اللفظ في الأصل يحتمل التخصيص فيقام الدليل في احتماله، ومدام في احتمال لما يأتي الدليل يبين لي أن اللفظ ده غير شامل. طب إمتى بقى أقول إن هو كذب أو أقول إن هو يوهم البداء؟ إذا كان الفرد الذي أخرج شملته الإرادة أولا، لو شملته الإرادة هيبقى بداء، لكن الإرادة لم تشمله. طيب كده انتهينا من هذه المسألة. الجزء الأخير، طب قول كده النص ايه؟ آخر المسألة؟ قيل فيوهم البداء أو كاذبا، قلنا المخصص لتين أذهبا. فيوهم؟ قيل فيوهم البداء أو كاذبا، قلنا المخصص لتين أذهبا. وضحت، هي نفس الكلام. قول لنا كده يا مولانا ابصر، هات كده اللي عندك الباقي. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: والجواب أنه يندفع بالمخصص أي بالإرادة أو بالدليل الدال على الإرادة، وذلك لأن إذا علمنا أن اللفظ بالأصل يحتمل التخصيص فقيام الدليل على وقوعه مبين للمراد. زي اللي احنا قلنا ما فيهوش حاجة. أصل أنت إمتى تعتقد البداء أو تعتقد الكذب؟ إذا كان هو مراد في البداية، لكن ده المخصص فين البداية؟ ده المخصص كاشف على أنه لم يرد ابتداء. طب ما ابتداء أنا ممكن أفهم. لا ما تفهمش. ليه؟ لأن احتمال التخصيص مانع من فهمك لكل الأفراد. واضح وسهل. وإنما يلزم البداء أو الكذب أن لو كان المخرج مرادا، أنا قلت مراد ابتداء، يعني ابتداء يعني في بداية تلفظ المتكلم باللفظ العام أراد المتكلم به هذا الفرد المخرج، ثم بعد ذلك أخرجه، يبقى لا يهم البداء. أنت دخلته ليه أولا؟ قال لأن في مصلحة، ثم تغيرت المصلحة. يعني أنت مش عارف بقى بتغير المصالح؟ ده أنا بكلمك في البشر، وهذا محال على رب البشر. طب ده بالنسبة للإيه؟ قال ده بالنسبة للكلام الطلبي. طب الكلام بقى الخبري،
انت قلت انه جه واردت التعبير عن مجيئه ثم قلت لم ياتي واردت التعبير عن عدم مجيئه، ويبقى ده كذب، لانه حاجه من اتنين، يا هو جه يا ما جاش، فمجمل كلامك يشتمل على كذب. قال له ما انت مش واخد بالك، ده لو كان مراد به ابتداء اني انا اريد ادخال المخرج انا لم اريده. طب ما الذي يعرفني انك لم ترده؟ المخصص كاشف عن مرادك، وهذا المخصص الذي كشف عن المراد بين انه لا كذب ولا إهامة للبداء. طيب فاهمين؟ في المسألة في 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 مفهوم المخالفة، وقالوا كتخصيص مفهوم إذا بلغ الماء الكلتين بالراكد، مش المفروض لا 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 تخصيصه بالراكد يعني قصره، أي قصر هذا المفهوم على الماء الجاري، مش تخصيصه بمعنى إخراج الراكد منه كأنه أراد به المعنى اللغوي. اللي عايز يسأل فيها أسد وما كانش مرتاح ورفع إيد وأنا قلت له أسكت، ماشي فاهمينه كويس ولا يسأل في حاجة تانية؟ أكيد هتقول لي حاجة تانية، أصلا عارف عندنا المصريين يسموك شريط مخالف. الشيخ يقول حاجة تلاقيه راح لحتة تاني، ماشي قول اللي عندك يا سيدي، ودي حاجة لذيذة. عايز تقول حاجة تانية ولا هو نفس السؤال؟ مش بقول لك. ايه هو التاني؟ كان التخصيص في المخالف، هل هو أصل من ضمن مفهوم المخالفة؟ لا ما في، لا لا واحدة واحدة عليها واحدة، عشان أنت منايم القطة جنبك وعايش أنت في حالة انتشاء كده، المفروض العيال تصورك يقول لك ده أبو هريرة العصر. طب قول يا أبو هريرة. بس حلوة القطة يعني إيه، مستمتعة جدا وهي تجلس على شنطتك. انت جايبها دي من هنا ولا من هناك؟ في قطة فقرية. تاني بقى كده واحدة واحدة على عقلي الضئيل. المفهوم المخالفة هم اخرجنا الجزء في الميكروفون. احسنت، شفت ازاي صحتها دلوقتي؟ هتقوم تعمل معاك الواجب. دي القطة مصرية، من تعرض لها فقد نفسه. قول بقى مولانا كده بس فهمني والنبي بالراحة بالراحة علي. مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة ماله؟ هو كأنه العكس المطلوب. ماشي يعني هو العكس المطلق المخالفة يعني، ماشي. ثم أخرج في الحكم أخرجنا جزء من مفهوم المخالفة، أخرجنا بعض أفراد مفهوم المخالفة. ماشي، هل هي أو هذه الجزء أصل من المفهوم المخالف؟ آه، وإلا لما أخرجته؟ يعني نحن لم نخرجه أصلا، هو ليس منه حتى. لا ده منه بدليل إخراجك ليه، لأنه ثبوت الله. يعني مثلا لما نيجي نقول إيه، لما نيجي نقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، فهمنا إيه يا شيخ؟ تخصيص الحكم بالقلتين دل على أن كل ما عدا القلتين بخلاف القلتين، القلتين لا ينجس، يبقى كل ما عدا القلتين ينجس. ده حصل لنا بإيه؟ بالفهم، بالعقل. ده فهم فيه غلط. لا ما يفهم مين اللي غلط فيه؟ عشان نحن يعني لم نستوعب الصورة الأغراض كلها يعني التي، لا ما هو بالبحث بالبحث الطويل ثبت أنه لا غرض ولا فائدة في تخصيص الحكم بالقلتين. ما ده عمل الفقيه، إنه بيبحث عن كل الأغراض التي تأتي في تخصيص الشيء بالحكم.
هل هو لبيان الواقع؟ هل هو لبيان الغالب؟ هل هو لكذا؟ هل هو لكذا؟ بيبحث. فإذا لم يجد لم يبقى أمامه إلا هذه الفائدة العامة. ولذلك قالوا بأن مفهوم المخالفة لا يكون حجة إلا إذا انتفت كل الفوائد. لم يجد الفقيه فائدة بالتخصيص فيقول ليس الفائدة حينئذ إلا يعني أن يكون المسكوت في الحكم مخالفا للمنطوق. ولذلك كلامك صح عقلا بداية كده، لكن بعد البحث وبعد الاطلاع وبعد المصابرة قد تصل حضرتك بالبحث الطويل إلى الجزم بالنفي. ولذلك قالوا الأئمة المتبحرين المطلعين إذا نفوا فنفيهم يعتبر مقطوع به. ليه؟ لأنه مبني على استقراء وعلى بحث وعلى اطلاع وعلى وعلى وعلى، في الآخر يقول لك لم أجد. ماشي. فالشمول ده بسبب التخصيص. طب التخصيص ده كان إمتى؟ ده كان بعد استيفاء كل الفوائد وعدم وجدانها. طب اسمع، ممكن عقل انها توجد، ما احنا قلنا محض الاحتمال العقلي لا يقدح في صحة الدليل لانه مش مبني على يعني دليل. علم يا رب، علم. ها مين عايز يسأل تاني؟ ما هو خلاص حصة فنيه زائد كفاية. مسألة حلوة يعني، أنا شايف إن مسألة واحدة مع استيعابها، مع إحنا قرأنا مسألة كبيرة مش صغيرة. المرة القادمة بقى هو نقرأ يعني ما يبقى بعد التخصيص، هل يجوز أن يخصص إلى أن يبقى واحد أم لا؟ كلام كتير، في 4 مذاهب. إحنا هنقتصر على شرح عبارة الكتاب فقط. هو الكتاب ذكر 3 مذاهب طبعا انت كده ما هتفهم، عشان بس في مشكلة في المذهب اللي ذكره عن ابن الحاجب. قال المذهب اللي ذكره ابن الحاجب ده ما لقيناش لحد قبله، وابن الحاجب مفصل. ده يلا بقى إذا كان متصل، إذا كان منفصل، إذا كان بالاستثناء، يعني مش كده. طب إمتى؟ ما هو أنا لازم نقرأ الكتاب قراية تانية، ضروري الكتاب ده يقرأ قراءة ثانية. احنا عملنا كده في غاية المأمول. اللي حضر معنا غاية المأمول أول مرة لم يجد انفتاحا فيه كالمرة الثانية، كالثالثة، كالرابعة، كالخامسة، كالسادسة. كلما تقرأ كلما تلاقي العبارة انفتحت، عقلك تفتح، لأن انت طول ما انت بتذاكر، طول ما انت بتحصل، عقلك قابل للمط، عامل زي الطاقية اللي أنا لابسها دي، كلما بشد فيها كده بتوسع. ايه ده؟ عقلك كده دايما تفضل تشد فيه بالعلم، تشد فيه بالمذاكره، تشد فيه بالمناقشه، يوسع 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 يوسع، ويتقبل كثير من المعطيات العلميه. لكن انت مش عايز اول ما تيجي تطلع البيضاوي. لا، ومين قال لك ان البيضاوي صار البيضاوي في اول طلبه؟ ده ما زال يتدرج وينضج، اسمه نضج علمي. تفضل تنضج 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 تنضج. أنا في بداية الأمر ما أقدرش كنت أشرح بهذه الطريقة، أشرح ولكن هفضل ألف وأدور لغاية ما أوصل لك، وفي حاجات مش هتوصل لي. لكن الآن الحمد لله، الحمد لله. طيب مين اللي عايز يسأل؟ كان في حد رفع إيده، قول بس سؤاله يا عم، قول وخلاص. من أول أن أنا أفهم السؤال الذي جاء سؤال. أنا من الأول أنا لا أفهم السؤال الذي أسأله. يعني أنت مش فاهم السؤال؟
لا انت حالة تدرس، استنى يا ابني، انت حالة احمد، لا بجد والله تدرس. انا عايز اسأل سؤال بس انا مش فاهمه. طب وانا لن يعني اجيبك جواب انا مش فاهمه. طيب مش كده مثال الكافر. الله يهديه واسلم. اسلم. هل عليه هل عليه خلاص خليه عليه، علينا احنا. هل تجب عليه الصلاه؟ ايه علاقته بالمساله؟ يعني مثلا طيب مثلا ايه علاقته بالمساله؟ وضح لي علاقته بالمساله. مثلا في الفرق العله. قولوا ما تخافش، انا ما بخوفش والله، ده انا صدري واسع جدا لاولادي، واخد بالك يعني معاه كنت انا ببقى شخص اخر، يعني قولوا ما تخافش. مع بعد الواد ده، الواد المصري الثاني ده الملكي ده اللي مش عايز يبقى شافعي، عارف ده الواد ده مش عايز يبقى شافعي ليه؟ مش عايز يحضر دروس الفرقه زي الواد ده. الاول قول تعالى فاقتلوا المشركين، عندي إنما تجب الصلاة على المسلمين عاقلين طاهرين إلا الكافر. أي مسوبوب الصلاة على المسلم ما هي وجبت على الكافر، ما لكن ما وجبتش على الكافر وأسلم حبيبي، ما هي وجبت قبل إسلامه وجبت عليه الصلاة، ولكن إحنا بنقول لك وجوب عقاب. يعني إيه؟ يعني هيعقب عليها يوم القيامة عقابا زائدا على عقابكم، لكن هل توجه إليه الخطاب؟ نعم. ليه؟ لأن الأدلة بتقول إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، كل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، في أدلة كده عامة بتقول كده. وإحنا أظن أنت حضرت معنا اللي هو مخاطبة الكفار بفروع الشريعة اللي هي تابعة لقاعدة، عارف القاعدة اللي هي تابعة ليها؟ أصول الشرط الشرعي، هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟ مذاكرة يا شباب ما تخافش. ثواني بعدين ليه؟ ما قلت لك النص اصلا اوجب عليه، واوجب عليه بطريق اللفظ لا بطريق العله. انت عايز تقول هي وجبت بطريق العله؟ لا، هي واجبة احمد بطريق النص. كويس، ادينا الحمد لله حلينا لك المشكله. بس هو عايز كان يقول في اول كلامه ايه؟ انا فاهم السؤال بس مش قادر اوصله لك، صح؟ واحده واحده نوصل، زي ما العبقري ده يعني ايه برضك بيوصل لي معلومته، بس واحده واحده بنوصل. اقعد، ما انت ما تقعدش، انا لسه هنخلص يا ابني، اقعد ما تمشيش. طيب مين اي حد عايز يسال تاني يا اولاد؟ يا مشايخ، يا مساله حلوه حلوه قوي، الحمد لله. لا انا مش دعوه بالخيط، لا لا انا بدرس درس فقه، يعني انا بدرس درس فقه يا عم، ده احنا بنتكلم مع الناس لسه في المتن، وانت عايز تدخلني في الشيخ بخيط؟ ده شيخ بخيط ده يعني حاجه صعبه، ما انا بقى اقول اللي عايز تقول ايه. عندما قال الاسلامي وخص منه الحبس في حق دين الوالد فانه جائز الى اخره، أقول قال الشيخ العطار في حواشيه على جمع الجوامع، الراجح عندنا معاشر الشافعية عدم الحبس للوالدين. أيوة ماشي، دي مذكورة كذلك في اللي صحح عدم الحبس ده، اللي صحح عدم الحبس ده البغوي، بيقولوا كده المعتمد عندنا معاشر الشافعية أنه لا يحبس، وهل يحبس الوالد في دين ولده؟ الأصح عدم الحبس. دي عبارة فين الغاية المأمول؟ هتلاقي في غاية المأمول كمان، لكن هو اللي ذكره هنا البيضاوي ده ذكر المقابل، بس يعني يجوز التمثيل بالمرجوح، ايه المشكلة؟ لا لا يحبس، ده الراجح كده عندنا من عشر الشافعية. خد يا عمد تلغاية المأمول معاكم، هنا غاية المأمول.
معاك عجاز؟ لا سوى العبارة في غاية المأمول. يا سلام، مين اللي معاه غاية المأمول ده؟ وكنت إذا نظرت إلى هذا الكتاب اشتقت إليه يا أخي والله. أقرأه تاني، إيه المشكلة؟ بس مش دلوقتي، ما تاخدش من وقتي، ومش هنا، في مكان آخر. طب فين دي بقى خير؟ تخصيص العلة لبعد العهد، الواحد ناسي مكانها. أيوة أهي، يا سلام. بيقول لك يا مولانا: وبقي مما يجوز التخصيص به أمور، منها مفهوم الموافقة كتخصيص خبر أبي داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، أي بحبس ونحوه، خصص بمفهوم قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، من أنه لا يؤذيهما بحبس ولا غيره. فلذلك كان الأصح أن الوالد لا يحبس في دين ولده، ده الأصح. وده تلاقيها في المحلي. ما هي في المحل، القصر يعني المحل. لا أصل هو في الحد هو آلة السلطان وملوش فعل، هو آلة للسلطان، لكن مين اللي ينسب إليه القتل؟ السلطان. هو يقدر يخالف السلطان؟ خد يا ولدي. لا، حقوق ما موت وخلاص. يا ولد أصل هو آلة للسلطان، كأنه يعني مكره.